أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. تخفيضات الحوثيين للمشتقات النفطية تثير غضب اليمنيين. الجارديان البريطانية تتساءل كيف تبني مستشفى في 9 أيام. ومن أخبارنا المنوعة، رئيس بلدية أمريكية يأمر الشرطة بمنع التجمعات وزوجته أول المخالفين. أهلا بكم. انخفض سعر المشتقات النفطية في كل دول العالم ما عدا المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، والتي اكتفت بخفض طفيف لأسعار المشتقات النفطية مطلع الأسبوع الماضي. وقال موقع يمن مونيتور أنه بسبب التخفيض الطفيف صادرت ردود فعل ساخرة وغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين اليمنيين. أنور العامري الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية سابقا قال إن الارتفاعات السعرية الخاصة بالمشتقات النفطية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي غير مبررة، ولفت إلى أن جماعة الحوثي أجبرت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرتها على وضع مبررات غير حقيقية وواهية للمواطنين وسط هجوم واسع على الشركة. فتح العامري النار على جماعة الحوثي قائلا تحتج الجماعة بأن السفن محتجزة وغير مسموح لها بالدخول إلى محافظة الحديدة، لكن هي مبررات واهية، فهناك العديد من الطرق لشراء البترول من المحافظات المجاورة. تقول الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إن من شأن انخفاض أسعار المشتقات النفطية أن ينعكس إيجابا على أسعار المواد الغذائية المستوردة من حيث تكاليف النقل الخارجي البحري للسفن والبري للقاطرات. وأكدت الجمعية أن الانخفاض في أسعار المصارفة للدولار لتغطية عملية استيراد السلع الأساسية سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، متوقعا أن يكون الانخفاض في أسعار السلع الغذائية الأساسية ما بين 15 و25% من الأسعار الحالية. وكانت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء قامت مطلع الأسبوع الحالي بخفض أسعار المشتقات النفطية، وبلغ سعر بيع مادة البنزين إلى 5900 ريال للدبة 20 لتر، بينما تباع في بقية المحافظات المحررة بسعر 3300 ريال. ما هو رمزنا؟ تساؤل طرحه الصحفي والكاتب حسن عبد الوارث ليقوم بالإجابة عنه في مقاله المنشور بموقع يمن مونيتور قال فيه: منذ زمن وفي كل مكان وزمان تتخذ الشعوب وحكومات الأوطان رموزا للدلالة عليها وعلى تاريخها أو فلكلورها، يشير إلى جمال أو جبروت أو تميز وفرادة. فاختارت هذه الدولة أو تلك شجرة معينة أو نبتة ما أو حيوانا أو طيراً أو أي أداة ذات خصوصية لدى هذا الشعب أو ذاك. وقد يتصدر هذا المرموز الوطني علم الدولة كشجرة الأرز في لبنان ونبتة القيقب لدى كندا، أو يكون شعاراً قومياً تتفاخر به الأمة كالأسد عند البريطانيين والديكي عند الفرنسيين وحتى الحمار والفيل لدى الحزبين الأمريكيين الأكبر الديمقراطي والجمهوري. ومن الممكن أن يكون هذا الرمز شخصية ما، أدبية أو نضالية أو علمية أو أي شخصية لها رمزية دلالية. العرب احتاروا كعادتهم في رمزهم، ثم إنهم حين راحوا يخوضون في المرموز الدلالي لهم لم ينتبهوا إلى رمز فكري أو أدبي أو لغوي أو علمي أو تعليمي أو تنويري كما هو ديدن كل الشعوب المحترمة، بل تشتتوا في المواضع التي يستوطنها أهل الحرب والحكم والجبروت. لم يحترم العرب مفكريهم وعقولهم، فلم تحترمهم البتة حكوماتهم. وحال اليمنيين كسواهم من العرب بالطبع، بل قل أسوأ. فإذا فكر اليمنيون في رمز دلالي لهم، فإنهم بالتأكيد لن يفكروا بصرح تاريخي أو مزار تراثي أو مفخرة فلكلورية،
بل سيذهب تفكيرهم صوب الجنبية مثلا أو نبتة القات في الغالب. أما في المشهد الثقافي اليمني لم يسلم عبد العزيز المقالح حتى هذه اللحظة من جناب التكفير وسواطير التخوين، وفي هذه الجريمة يتورط لدينا الجاهل والمثقف، الأمي والمتعلم على السواء. وقد بات مؤكدا أنه حيث يسود الإرهاب ويستشري التخوين والتكفير تذبل زهرة الإبداع وتخمد جذوة التفكير. والطامة الكبرى أن الجهلة يجهلون جهلهم والقتلة يحمدون جرمهم، حتى بات القبر على ضيقه يتسع لنا والوطن على اتساعه يضيق بنا. هناك حيوانات نادرة في اليمن مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر لها، لذا وفي خطوة مهمة بحسب موقع المصدر أونلاين، وجه محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عيناو مدير عام شرطة المحافظة بمنع اصطياد الحيوانات البرية النادرة التي باتت عرضة للانقراض. ووجه المحافظ أيضا بإعداد قائمة تضم أسماء كل من يقوم باصطياد تلك الحيوانات البرية في بعض المديريات والتي يتم اصطيادها بشكل عشوائي. قال المحافظ إن السلطة تلقت العديد من البلاغات والشكاوى من المواطنين بشأن هذه التصرفات، وانتشرت في الآونة الأخيرة عدد من الصور لعمليات اصطياد الوعل العربي النادر بصورة عشوائية في بعض المديريات. نددت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بحسب موقع عدن الغد بالانتهاكات الحوثية ضد المخطوطات والأثار اليمنية، بما في ذلك السطو على نفائس المخطوطات التاريخية وإتلافها وتهريب النادر منها. جاء الاستنكار العربي للسلوك الحوثي عقب اتهام الحكومة اليمنية للجماعة الحوثية بتدمير دور المخطوطات ونهبها وإقصاء المنظمين المختصين والاستيلاء على قواعد البيانات الخاصة بالمكتبات التاريخية. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن أعمال التدمير والنهب والتهريب من قبل الحوثيين استهدفت نفائس الأثار في الجامع الكبير بصنعاء ومحتويات خزائنه والأضرحة والمكتبات الموجودة به. ولطمس آثار هذه الأفعال وتسهيل تهريب هذا الجزء الهام من الرصيد الثقافي الإنساني، استولت ميليشيا الحوثي على قاعدة بيانات المخطوطات بدار المحفوظات اليمنية وأتلفتها. المنظمة العربية جددت الدعوة للمنظمات الدولية والإقليمية للتحرك العاجل من أجل حماية التراث الثقافي الإنساني في اليمن مما يتهدده من أعمال نهب وتجار غير مشروع. صنعاء بين مارس 2015 ومارس 2020 لون واحد، سلطة واحدة، قمع واحد. تحت هذا العنوان كتب سلام الحربي مقاله المعاد نشره في المصدر أونلاين نقلا عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. انقرضت المظاهرات بوظيفتها المعروفة من صنعاء وصار التحشيد هو السائد، فلا أحد يفكر في القيام بتظاهر لمطالب حقوقية واحتجاجية. وكانت المحاولة اليتيمة في أكتوبر 2018، وتعرض من حاولوا ذلك للاعتقال والتعذيب حتى النساء. لكن الحوثيين حاليا يحشدون متى أرادوا ولأي سبب أرادوا، وتمتلئ بهم الساحات التي يدعون للاحتشاد فيها في مناسبات دينية أو مواقف سياسية خاصة بالحوثيين. كانت آخر الحشود من خارج الجماعة هي حشود صالح وحزب المؤتمر في أغسطس 2017. وأنت تسير بشوارع صنعاء ستشاهد أحدث موديلات السيارات، لكنك لن تحصل على كتاب حديث في أي مكتبة، لأن الكتب لم تعد تصل إلى البلد، وأصحاب أغلب المكتبات أغلقوها واستبدلوها بأنشطة أخرى. فلم تتوقف الكتب فقط، بل اختفت الصحف من المشهد. وبدلا من العشرات منها التي كانت تصدر يوميا أو أسبوعيا، صارت هناك قرابة 5 صحف فقط تصدر بصنعاء، كلها تابعة للحوثيين ولا يقبل الناس على شرائها. فمنذ 2015
تعرضت الصحافة الورقية والإلكترونية في اليمن لمذبحة حقيقية، وتعرض الصحفيون للاعتقال والملاحقة أو التضييق والبطالة، وصارت الإذاعات والقنوات الفضائية المحلية أيضاً موجهة للإعلام الحربي للجماعة باستثناء إذاعتين تقريباً، وسبب بقائها خارج الجماعة أنها لا تتطرق للشأن العام. في السياق لم تعد هناك أنشطة سياسية بصنعاء، ولا أحد يدري متى تم عقد آخر اجتماع حزبي فيها باستثناء لقاءات محصورة وضيقة لمن تبقى من أعضاء حزب المؤتمر بصنعاء يخضعون لرقابة الجماعة وتوجيهاتها، بعد أن صادرت مقرات الحزب ووسائل إعلامه منذ ديسمبر 2017 عندما تخلصوا من حليفهم صالح رئيس المؤتمر، وإضافة إلى الخوف من الحوثيين الذين فرضوا اللون السياسي الواحد على العاصمة ومناطق سيطرتهم، واعتقلوا كل حزبي يمكن أن يناهض سياساتهم لمجرد الشك. قد غادرت أغلب القيادات الحزبية سواء إلى خارج اليمن أو إلى مناطق خارج سيطرة الجماعة، وآخرهم أعضاء حزب المؤتمر. يتحدث البريطانيون في ظل الوباء الحالي عما يراه البعض إنجازاً رائعاً تمثل في تحويل بعض المنشآت إلى مستشفيات مجهزة في وقت قياسي. ونطالع من صحيفة الغارديان كيف تبني مستشفى في 9 أيام. يفيد تقرير الصحيفة شهد وباء فيروس كورونا واحدة من أكبر عمليات تعبئة البنية التحتية المؤقتة في وقت السلم، إنه جهد أولمبي شمل نصب صقالات وإقامة سردقات وخيام قابلة للنفخ وكبائن محمولة، حيث تم إعادة استخدام المباني الحالية في أغراض غير التي أنشئت من أجلها في غضون أيام. يقول التقرير إن بناء المشافي أصبح يبدأ حتى قبل الانتهاء من وضع المخططات والرسوم في كثير من الحالات. تضيف الغارديان ضمن المصممون أن تتاح للطبيب القدرة على أن يرى صفوف الأسرة بالمرضى الراقدين عليها بوضوح دون أي عوائق، نقلا عن أحد المهندسين المعماريين: إذا طلب منك شخص ما تصميم مستشفى فستقول عادة أنك بحاجة إلى 6 أشهر وفريق هائل من الأفراد المختارين بعناية، وليس مجموعة من الأشخاص يتم جمعهم معا خلال عطلة نهاية الأسبوع. يضيف أن العمل الذي يتم حاليا في إقامة المشافي نهجا تعاونيا حرا للغاية، ويظهر ما هو ممكن عندما يتعاون حقا الجميع الذين يجمعهم هدف مشترك. هل تهدأ النزاعات؟ تحت هذا العنوان كتب غازي دحمان ما قاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: يقول المنطق إن غزو فيروس كورونا جميع بقاع الأرض وحالة الاستنفار التي فرضها على مختلف المجتمعات لابد أن يصرف الأطراف المتخاصمة عن الحروب والمنازعات إلى حين تجاوز هذه الأزمة وانتهاء الجائحة التي تهدد المجتمعات البشرية من دون تمييز. وبمنطق الحسابات السياسية البسيطة يفترض أن تظهر جميع أطراف النزاعات ميلها إلى التهدئة والسلم من منطلق استثمار الأزمة للحصول على فوائد سياسية من مجتمعاتها وخصومها على السواء، والظهور بمظهر الحس بالمسؤولية تجاه أزمة أرعبت المجتمعات البشرية وأربكت حياتها، وهي بحاجة للإحساس بالأمان والدعم النفسي لعبور هذه الأزمة. ولكن هذا المنطق يبدو نظرياً وحتى ساذجاً بالنظر إلى الوقائع الجارية في ساحات النزاعات، أقله في منطقة الشرق الأوسط، ففي اليمن تسير الأمور إلى مواجهة حتمية بين أطراف الصراع. لا يوجد تفسير منطقي لذلك سوى أنه في بلاد الأزمات لا صوت يعلو على صوت المدافع، ولا تأجيل لخطط عسكرية في هذه البلاد التي أصبحت الحرب مقدسة لذاتها ولم تعد ثمة قيمة لشيء آخر، خصوصاً إذا كانت النزاعات تتغذى من قنوات الأحلام السلطوية والجيوسياسية، حيث تقبع الشعوب وأوجاعها في ذيل قائمة أولويات اللاعبين
الذين يقدرون أن أي تأجيل لأجندة المعارك سينعكس سلباً على مشاريعهم ويكسر المسار التصاعدي لإنجازاتهم الحربية. وفق ذلك تجد هذه الأطراف أنها أمام فرصة ثمينة لا يجب أن يفوتها العقل السياسي المحنك، ذلك أن أزمة كورونا ستخفف بدرجة كبيرة من اهتمام وسائل الإعلام الدولية في النزاعات العالمية، كذلك أن الدبلوماسية الدولية لا وقت لديها لمتابعة ما يحصل في ساحات نزاع أرهقتها متابعتها على مدار السنوات السابقة. الدكتورة حنان بلخي، المديرة العامة المساعدة لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية، تجيب عن بعض الاستفسارات الواردة في موقع شبكة البي بي سي وتقول إن الدراسات لم تثبت أن فيروس كورونا يمكن أن يستمر في الهواء لفترات طويلة أو ينتقل عبر التكييف أو الهواء، لكن الرذاذ يمكن أن يعدي الآخرين على قرب متر أو مترين. قالت المسؤولة الصحية: ننصح الناس بوقف كل الزيارات الاجتماعية قدر الإمكان والحذر من القرب من أشخاص آخرين أو التواجد في تجمعات كبيرة، والمضطرين جدا هم من يذهب إلى العمل. أضافت أن أهم طريقة للوقاية هي التباعد أو عدم الاختلاط بأي شخص، فيجب التركيز على هذا الموضوع، ونظافة اليدين مهمة جدا. وحول ما إذا كان هناك أطعمة معينة ترفع من قدرات جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا، قالت الطبيبة أنه لا توجد أي تجارب علمية تثبت أن هناك أطعمة بعينها تقي من فيروس كورونا، ولكن التغذية السليمة بشكل عام وممارسة الرياضة أمران يقويان جهاز المناعة. تقول صحيفة الشرق الأوسط أن رئيس بلدية ألتون في ولاية إلينوي الأمريكية ناشد السكان الالتزام بالحجر المنزلي ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا، بعد أن أفاد الضباط بأن الناس مستمرون في تحدي القواعد. برانت ووكر رئيس بلدية ألتون قال في مؤتمر صحفي: هذه أوقات خطيرة للغاية، وأنا أتوسل إليكم أن تبقوا في المنزل. وبعد أقل من 48 ساعة قامت الشرطة بتفريق تجمع في حانة حرام في وسط المدينة، وكان من بين الحضور زوجة رئيس البلدية برانت ووكر. وأعلن برانت في بيان أن الشرطة قامت بالتحقيق وأوقفت تجمعا انتهك أوامر ولاية إلينوي بالبقاء في المنزل، وأبلغته أن زوجته كانت هناك. ووكر أمر رئيس الشرطة بمعاملة زوجته كما يفعل مع أي مواطن ينتهك أمر البقاء في المنزل لضمان عدم تلقيها أي معاملة خاصة. رئيس البلدية قال أيضا أنه يشعر بالحرج من تصرفات زوجته. أضاف: زوجتي شخص بالغ قادر على اتخاذ قراراته بنفسه، وفي هذه الحالة أبدت افتقارا كبيرا للحكمة، وتواجه الآن عواقب قرارها مثل الأفراد الآخرين الذين اختاروا انتهاك أمر البقاء في المنزل. أيضا بعض من ملامح تأثير كورونا في العالم سنشاهدها اليوم في جولتنا المصورة من صحيفة الواشنطن بوست. إلى الصور. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم.
بهذه الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم على خير بإذن الله، في أمان الله.